بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم مستر احمد ندى، والنهارده ان شاء الله هنبتدي نشرح مع بعض مجموعه من البيزكس او من الاساسيات المرتبطه بماده الفيزيكس او ماده الفيزياء. يا ريت نجهز ورقه وقلم على طول مدار الحلقات اللي هنشرحها مع بعض، علشان اي نوت او اي معلومه مهمه محتاجين ان احنا نسجلها علشان ما ننساش مكان المعلومه او الحلقة اللي كانت بتتكلم عن المعلومة دي. في البداية شباب، قبل ما نبدأ كورس الفيزيكس بتاعنا، احنا محتاجين نسأل نفسنا 3 اسئلة. ايه هم الثلاث اسئلة اللي محتاجين نعرف اجابات عليهم قبل ما نبدأ الكورس بتاعنا؟ قال لي اول سؤال، what is mean by physics؟ ما معنى الفيزياء؟ يعني ايه فيزياء؟ what is the importance of studying physics؟ ايه اهمية ان انت تدرس فيزياء؟ ثالث سؤال، ايه هي الـ important physical and mathematical basics اللي انت هتستخدمها في مادة الفيزيكس؟ يعني ايه هي اهم الاساسيات الفيزيائية والرياضية اللي احنا هنعتمد عليها في الكورس بتاعنا؟ تعال الاول نجاوب على اول سؤال، what is meant by physics؟ يعني ايه physics؟ هنلاقي ان الديفينيشن بتاع الفيزيكس حاجة بسيطة جدا، وتعريف بسيط جدا جدا جدا، كله منطقي وما فيهوش اي حاجة مش معقولة. طيب تعال كده نشوف يعني ايه فيزيكس. بيقول لي الفيزيكس is the natural science، هو فرع من فروع العلوم الطبيعية. that studies، اللي بيدرس matter، المادة، and its motion، وحركتها، and behavior، وسلوكها او تصرفها، through space، من خلال ال space and time، يعني الفراغ والزمن. and that studies the related entities، وكمان بيدرس الكيانات المرتبطة او الموضوعات المرتبطة بالانرجي، يعني بالطاقة، and force، يعني القوة. تمام كده يا شباب؟ طيب ايه تاني؟ قال لي كمان الفيزيكس دي is one of the most fundamental scientific disciplines، واحد من اهم الموضوعات العلمية الاساسية اللي ممكن نتكلم عنها، يعني ده فرع اساسي من فروع العلوم اللي بنتكلم عليها، فرع اساسي يعني لا يمكن الاستغناء عنه، وبيفسر لي حاجات كتير جدا. and its main goal، والهدف منه، it is to understand how the universe behaves، انك تدرس وتعرف وتفهم ازاي بيتصرف الكون اللي حوالينا دوت، وازاي الكون اللي حوالينا دوت بيحصل فيه كل الفينومينا او كل الظواهر اللي انت بتلاحظها. يبقى تاني، الفيزيكس It is the natural science that studies matter and its motion and behavior through space and time and that studies the related entities of energy and force. وكمان الفيزيكس is one of the most fundamental scientific disciplines and its main goal is to understand how the universe behaves. اتفقنا كده؟ عرفنا يعني ايه فيزيكس؟ جميل جدا. يعني الفيزيكس هي اللي هتوضح لك كل شيء مرتبط بالماتر، بالمادة، كل شيء مرتبط بالانرجي، بالطاقة، كل شيء مرتبط بالفورس، بالقوة، علشان تلاقي تفسير علمي لأي ناتشورال فينومينان، أي ظاهرة طبيعية بتحصل حواليك. مش جن ولا عفاريت، لا هو شغل جن ولا هو شغل عفاريت، ولكن الموضوع ليه ساينتيفيك سايد أو ليه جانب علمي أنت ممكن تكون لسه ما درستوش أو ما تعلمتوش. فالفيزيكس بتحاول تلاقي إجابات للأسئلة دي، وتكون إجابات منطقية ومثبتة علميا. تمام كده يا شباب؟ طيب بولي، what is the importance of studying physics؟ إيه أهمية دراسة مادة الفيزياء؟ بيقول لي studying and understanding and explaining natural phenomena، يعني أهمية دراسة علم الفيزياء إنك تدرس وتفهم وتشرح الظواهر الطبيعية اللي بتحصل حواليك، زي الأرورا فينومينا أو ظاهرة الشفق القطبي اللي بتحصل في القطبين. فجأة تلاقي كده ألوان غريبة ظهرت في السماء، أنت مش عارف تفسيرها إيه ومش عارف إيه اللي حصل. الفيزيكس هي اللي هتقول لك تفسير للفينومينا دي، للظاهرة اللي حصلت دي، أو ظاهرة مثلا البيج بانج، أو نظرية البيج بانج اللي هو الانفجار الكوني العظيم، وإزاي الكون اتكون وإزاي الكواكب اتكونت. مين اللي بيدرس وراء الحاجات ديت، او مين اللي بيدرس ما وراء الطبيعة وايه اللي بيحصل؟ هي مادة الفيزيكس. تمام كده يا شباب؟ في اي حد عنده اي مشكلة؟ عرفنا يعني ايه فيزيكس وليه احنا بندرس فيزيكس؟ جميل جدا.
ودلوقتي هسيبكم مع فاصل صغير جدا يا شباب، ونرجع نجاوب على السؤال التالت، لان السؤال التالت هياخد مننا وقت طويل. ياريت تخليكم معانا لاخر الحلقة علشان تعرف ايه هي البيزكس او الفيزيكال بيزكس والماثماتيكال بيزكس اللي انت هتستخدمها في الكورس بتاع تانية ثانوي. ورجعنا من الفاصل يا شباب علشان نتكلم عن الـ important physical and mathematical basis، يعني الأساسيات الفيزيائية والرياضية والريليشنز العلاقات اللي احنا هنستخدمها في منهج تانية ثانوي الترم الأول. تعالوا بينا كده نشوف ايه هي الـ basics اللي احنا هنستخدمها دي يا شباب. بيقول لي أول حاجة لازم تعرف الـ SI prefixes اللي هي البدايات أو البدايات اللي تكتب في الـ SI unit او في الـ International System unit قدام اي measuring unit انت بتستخدمها، زي مثلا فيمتو، بيكو، نانو، مايكرو، ميلي، سنتي، دي سي. كل prefix من دول او كل بادئة من دول او بداية من دول ممكن تتحط قدام measuring unit، فلازم تعرف الـ abbreviation بتاعها، الاختصار بتاعها. يعني مثلا فيمتو بتكتب M small، بيكو بي سمول، نانو ان سمول، مايكرو بتتكتب ميو، ميلي بتتكتب ام سمول، سنتي بتتكتب سي سمول، دي سي بتتكتب دي سمول. وكمان تعرف المالتيبل اللي هو الرقم المضاعف اللي انت بتضرب فيه لما تيجي تستخدم البادئه دي او البريفكس دوت، زي مثلا الفيمتو ايه الرقم المقابل لكلمه فيمتو. لو انت شلت كلمه فيمتو وحبيت تحط مكانها رقم هتكتب 10 باور نيجاتيف 15، بيكو 10 باور نيجاتيف 12، نانو 10 باور نيجاتيف 9، مايكرو 10 باور نيجاتيف 6، ميلي 10 باور نيجاتيف 3، سنتي 10 باور نيجاتيف 2، دي سي 10 باور نيجاتيف 1. تمام كده؟ ولسه كمان في الكيلو والميجا والجيجا والتيرا. الكيلو بيتكتب كي سمول، الميجا بتكتب ام كابيتال، الجيجا بتكتب جي كابيتال، التيرا بتكتب تي كابيتال. وهتلاقي ان الكيلو المالتيبل بتاعه اللي هو 10 باور 3، سوري يا شباب 10 باور 3، اما الميجا 10 باور 6، اما الجيجا 10 باور 9، اما التيرا 10 باور 12. اتفقنا كده؟ عرفنا البريفكسز اللي احنا هنستخدمها. جميل جدا. طيب محتاجين نعرف ايه تاني؟ قال لي محتاج كمان تكون عارف الconversions بتاعت اليونتس، التحويلات بتاعت الوحدات. عندك 9 تحويلات ممكن تستخدمهم من ملي متر لمتر، هنضرب في كام؟ 10 باور نيجاتيف 3. طيب من ملي متر سكوير لمتر سكوير 10 باور نيجاتيف 6. ليه؟ لان الملي متر هنا عليها سكوير، فانت لو حطيت على الملي متر سكوير هيبقى 10 باور نيجاتيف 3 باور 2، 2 ملتبلاي 3 تطلع كام؟ 6. فطبعا الكونفرجنز دي لازم ايديك تتعود عليها ودماغك تتعود عليها. طبعا احنا مش هنقولها كلها لاني احنا قلناها من شويه، انت بس جاست انك تبص على التيبل دوت وتتذكر الكونفرجنز بتتم ازاي. طيب كمان لازم تكون عارف السيركمفيرنس المحيط والاريا المساحه والفوليومز الحجوم بتاعت some geometric shapes بتاع بعض الأشكال الهندسية، لأنك ممكن تستخدم القوانين ديت في حل بعض البروبلمز أو بعض المسائل اللي بتقابلك، زي مثلا السكوير والريكتانجل والتريانجل والسيركل. طبعا تكون عارف الأشكال بتاعتهم الجيومتريكال شيب أو الشكل الهندسي بتاعهم، وكمان تعرف إزاي تحسب السيركمفيرنس وإزاي تحسب الأريا وإزاي تحسب الفوليوم. تمام كده؟ لو بصينا على الاشكال دي هتلاقي كل قانون مكتوب تحت الشكل بتاعه. ازاي تحسب المحيط بتاع المربع؟ ادي القانون بتاعه تحت اهو اللي هو 4L، صح كده؟ السيركمفيرنس بتاع ريكتانجل 2 ملتبلاي L1 بلس L2. طب السيركمفيرنس بتاع التريانجل L1 بلس L2 بلس L3. طب السيركمفيرنس بتاع السيركل 2 باي R. طب بالنسبه للاريا هنا L سكوير وهنا L1 باي L2، وهنا half L1 multiply H اللي هو نص طول القاعدة في الارتفاع،
أما في السيركل باي آر سكوير. كمان لازم تعرف تحسب الفوليوم بتاع الجيومتريكال شيبس ديت اللي هي بتبقى شكلها 3D أو شكلها مجسم، المجسمات يعني. تمام، هتلاقي الفوليوم بتاع الكيوب إيه؟ ال باور 3 صح كده؟ هتلاقي الفوليوم بتاع الكيوبويد L1 باي L2 باي L3، هتلاقي الفوليوم بتاع السفير بتاع الكورة 4 over 3 باي R باور 3، هتلاقي الفوليوم بتاع السيلندر بتاع الاسطوانة باي R سكوير ملتبلاي ها H صح كده يا شباب؟ جميل جدا. كمان لازم ندرس الجرافيكال ريليشنز اللي ما بين الـ 2 variables، العلاقات البيانية اللي ما بين متغيرين. تمام، هندرس الدايركتلي بروبورشنال كيسز حالات التناسب الطردي، والانفيرسلي بروبورشنال كيسز حالات التناسب العكسي، والساين ويف ريليشنز الموجة بتاعت الساين ويف لما بتترسم، والريليشنز اللي موجودة عليها اللي هي الساين والكوزاين والتان، فاكرينهم؟ جميل جدا. طيب تعال نبدأ بأول حاجة اللي هي الدايركتلي بروبورشنال كيسز حالات التناسب الطردي. بيقول لي لو انت معاك equation زي دي كده y equal m x، وحطيت ال x بزيرو، حطيت ال x بايه؟ بزيرو. ال y هي كمان هتكون بزيرو. طب ليه؟ لان ال x multiply ال m زيرو باي اي حاجة بزيرو صح كده؟ فهيطلع معاك straight line بالشكل ده صح كده؟ وال straight line passes by the original point، هيمر بنقطة الاصل، ولو جيت تحسب السلوب هيطلع دلتا y divided دلتا x صح كده؟ جميل جدا. طب تعال نشوف الكيس ديت، بيقول لي y equal a plus mx. حضرتك دلوقتي لو حطيت الـ x بزيرو، الـ x بزيرو يبقى الترم ده كله بزيرو، يبقى الـ y equal a صح؟ يبقى الـ y هتقطع جزء من الـ y axis أو point معينة، نقطة معينة اسمها a صح كده؟ يبقى الـ y equal positive constant value، هتساوي قيمة موجبة ثابتة صح كده؟ وهيطلع straight line intersect by y axis، خط مستقيم بيتقاطع مع محور الواي. اما لو جيت حطيت الواي بزيرو، يعني جيت على الواي دي وحطيت قيمتها بزيرو، فهيبقى معاك الاكس equal negative value b. خد بالك الاكس ديت هتطلع قيمتها بالسالب. ليه؟ لان الاي هتروح الناحية التانية بالنيجاتيف صح كده ولا غلط؟ والام هتروح هي كمان الناحية التانية divided، فهتبقى minus a divided m، فهتطلع قيمة x كلها بالنيجاتيف صح كده؟ يبقى ال x equal negative value، ال x ساعتها هتساوي negative value. اتفقنا؟ طيب تعالى مكملين مع بعض. بيقولي طيب لو ال y equal mx minus d، قال لي لو حطيت ال y بزيرو ال x هتطلع positive وهتطلع constant value، هتطلع موجبة وقيمتها ثابتة صح كده؟ ده لو حطينا مين؟ الواي بزيرو، لان الدي هتروح الناحية التانية بالأوبزيت ساين بعكس الاشارة، والاكس هتتبقى هنا، الام هتروح الناحية التانية ديفايدد، فهتبقى دي اوفر ام، دي بوزيتيف ودي بوزيتيف، فالنتيجة بتاعتهم هتطلع بوزيتيف، وهيطلع معاك ستريت لاين انترسكت الاكس اكسس، خط مستقيم بيتقاطع مع الاكس اكسس صح كده؟ يبقى لو حطينا الواي بزيرو الاكس هتبقى بوزيتيف وهتتقاطع مع الاكس اكسس عند البوينت اللي اسمها سي. اما لو حطيت الاكس بزيرو، لو حطينا الاكس بزيرو هتبقى الواي ايكوال نيجاتيف فاليو، هتساوي قيمه سالبه لان الواي ايكوال نيجاتيف دي صح كده، وهتتقاطع مع الواي اكسس او انترسيكت مع الواي اكسس ات بوينت دي. تمام كده الريليشنز دي كلها يا شباب انا بديها لك علشان اسهل عليك وانت بتفكر في البروبلمز او في المسائل او بتستخدم ايكويشنز زي ديت تعرف تفكر بسرعه. تمام كده. طيب تعال نكمل بقى على الانفيرسلي بروبورشنال كيسز حالات التناسب العكسي. بيقول لي لو انت معاك الواي ايكوال ام ماينس اكس، الواي ايكوال ام ماينس اكس، قال لي ذا سام اوف تو كوانتيتيز واي اند اكس، يعني مجموع الواي والاكس ات اني بوينت عند اي نقطه هيطلع كونستانت فاليو اللي هو ام، يعني لو وديت الاكس دي الناحيه الثانيه بالبوزيتيف بقت واي بلس اكس، مجموع الاثنين دول هيديك ام على طول صح؟ طب لو حطيت الاكس بزيرو، الاكس بزيرو الواي هتبقى ايكوال بوزيتيف فاليو او كونستانت فاليو اسمها اي صح؟ طيب لو حطيت الواي بزيرو، الواي هي اللي بزيرو، هتبقى الاكس ايكوال كونستانت فاليو برضو اسمها اي. يعني في الحالتين لو حطيت الواي بزيرو او الاكس بزيرو
الخط اللي هيطلع يا اما هيتقاطع مع الواي اكسس عند نقطة معينة اسمها ايه، يا اما هيتقاطع مع الاكس اكسس عند نقطة معينة اسمها ايه برضو. طيب تعال نكمل، بيقول لي لو الواي ايكوال ام ديفايدد اكس، قال لي ذا برودكت اوف تو كوانتيتيز، حاصل ضرب الواي والاكس في بعض at any point عند اي نقطة equal constant value m، هيساوي قيمة ثابتة اسمها m، وهيطلع الكيرف بالشكل ده. يعني لو ضربت قيمة ال y في قيمة ال x النتيجة هتطلع m على طول عند اي نقطة. طيب تعال نكمل على ال sine wave relations، قال لي ال sine wave relations زي ان ال y equal a sine x، y equal a sine x، دي كده equation تمام كده. بيقول لي ان ال value بتاعت ال y ranges from A و minus A، يعني قيمة الواي بتتراوح ما بين أعلى نقطة A وأقل نقطة minus A regularly، وبشكل منتظم، لأن الساين ويف شكلها منتظم، بتوصل للماكسيمم بوينت اللي هي بنسميها في الويفز الكريست القمة، وبتوصل للمينيمم بوينت أقل نقطة اللي هي بنسميها في الويفز الترف اللي هو القاع. فأنت عندك قيمة الواي محصورة ما بين نقطتين، يا إما A يا إما minus إيه. تمام كده. ودلوقتي يا شباب عايزين نتكلم عن الفيزيكال كوانتيتيز، الكميات الفيزيائيه والسيمبلز بتاعتها والميجرنج يونتس بتاعتها، وكمان الدايمنشنال فورمولا، معادله الابعاد الخاصه بيها. طبعا الفيزيكال كوانتيتي سهله، السيمبل هيكون سهل، الميجرنج يونت برضه هيكون سهل. كل المشكله اللي ممكن تقابلك في استنتاج الدايمنشنال فورمولا او معادله الابعاد، ودي طبعا لو انت ما درستهاش في اولى ثانوي كويس مش هتعرف هي جت منين. فانا بنصحكم للناس اللي مش عارفه الدايمنشنال فورمولا بتيجي ازاي يرجع للبلاي ليست او لقائمه التشغيل بتاعه فيزياء اولى ثانوي الترم الاول، هيلاقي في حلقه موجوده بتتكلم عن الدايمنشنال فورمولا، وممكن اسيب لك اللينك بتاعها فوق في اعلى الفيديو، هيظهر فوق على شكل حرف اي في دايره بيضاء، او هتلاقيه في الديسكريبشن بتاع الفيديو تحت، علشان لو حبيت ترجع للحلقه دي وتدرس ازاي بتحسب الدايمنشنال فورميولا. انا هقولهم بشكل سريع علشان مش هينفع نستنتج كل دوت، وعلشان وقت الحلقة ما يطولش عليكم، ولو ليكم اي استفسارات اسألونا او سيبولنا كومنتات تحت اسفل الفيديو. طبعا الديسبليسمنت او الديستنس السيمبل بتاعها دي، والميجرينج يونت بتاعتها هو الميتر، والدايمنشنال فورميولا هي الام، اي طول الدايمنشنال فورميولا بتاعه ام تمام. الامبليتيود الرمز بتاعها A كابيتال وبتتقاس بالمتر، والدايمنشنال فورميولا بتاعها M. الويف لينس الرمز بتاعه لامدا وبيتقاس بالمتر، وبرده الدايمنشنال فورميولا بتاعه هو M. فريكوانسي التردد الرمز بتاعه اسمه نيو، والميجرنج يونت بتاعته هي الهيرتز او السكند باور نيجاتيف 1، والدايمنشنال فورميولا بتاعته هي سكند باور نيجاتيف 1. التايم تي سمول بيتقاس بالسكند، والدايمنشنال فورميولا بتاعته بالسكند او بالاس، اي تايم بالاس، اي لينث اي طول بالام تمام كده. البريودك تايم تي كابيتال سكند اس، الويف فيلوسيتي في كابيتال متر بير سكند، والدايمنشنال فورميولا بتاعته هي ام بير اس. طيب تعال نكمل، الريفراكتيف اندكس ان ملوش ميجرنج يونت وملوش دايمنشنال فورميولا. الويف فيلوسيتي سرعة الضوء in the space في الفضاء، الرمز بتاعها c متر بير سكند، والدايمنشنال فورميولا بتاعتها m بير s تمام، او متر بير سكند يعني تمام كده. الانجل اوف انسيدنس هي فاي، الانجل اوف ريفليكشن هي سيتا، الكريتيكال انجل الزاوية الحرجة هي فاي c، الابكس انجل اوف ذا بريزم يعني الزاوية بتاع قمة المنشور اسمها A كابيتال وبتتقاس بالدجري، طبعا اي زاوية بالدجري. الانجل اوف ديفيجن الفا، المينيمم انجل اوف ديفيجن الفا نود. الديسبيرسيف باور اوف بريزم بيتكتب كده، العلامة ديت زي حرف ال W كده، بتتكتب W الفا. اما الماس بتتكتب ام سمول، والميجرنج يونت بتاعتها هي الكيلو جرام، اما الدايمنشنال فورميولا بتاعتها هي كي جي. الفوليوم بتتكتب في، وبيكتب تحت كده على جنب على اليمين او ال اللي هي اختصار كلمه فوليوم يعني، ومتر كيوبيك، والدايمنشنال فورميولا بتاعتها هي ام باور 3. الدنسيتي بتتكتب رمز اسمه رو،
والميجرنج يونت بتاعتها هي كيلو جرام بير متر كيوبيك، والدايمنشنال فورميولا بتاعتها هي كيلو جرام بير متر كيوبيك، تمام، او كي جي بير ام باور 3. اما بالنسبه للفورس فالفورس بتتكتب اف كابيتال، والميجرنج يونت بتاعتها هي النيوتن، وليها ايكويفالنت يونت وحده مكافاه كيلو جرام دوت متر بير سكند سكوير، والدايمنشنال فورميولا بتاعتها يا اما ان يا اما كي جي دوت ام بير سكند سكوير. اما الاريا فبتتكتب ايه؟ كابيتال متر كيوبيك او ام باور 2، ده الدايمنشنال فورميولا بتاعتها. البريشر يعني الضغط، وده بيتكتب بي كابيتال، بيبقى الفورس ديفايدد الاريا، فبيبقى نيوتن ديفايدد متر سكوير، وليها ايكويفالنت يونت كيلو جرام بير متر ملتبلاي سكند سكوير او جول بير متر كيوبيك او باسكال. كل دي ايكويفالنت يونتس، وحدات مكافاه للوحده اللي فوق. الانرجي او الورك بيتكتب دبليو كابيتال، واليونت بتاعته هي الجول، وليه ايكويفالنت يونت اللي هي الكيلو جرام دوت متر سكوير بير سكند سكوير. وهنا موجود كل الدايمنشنال فورميولا او معادلات الابعاد بتاع كل فيزيكال كوانتيتي انت محتاجها. في اي مشاكل يا شباب؟ طبعا انا بشرح بسرعة او بتكلم بسرعة في الجزئية ديت، لان دي شوية بيزكس احنا المفروض شرحناهم قبل كده في اولى ثانوي، وحاجات احنا قلناها قبل كده، فمش من المفترض انها تاخد وقت كبير مننا. اللي عايز الحاجات دي يقدر يرجع لها في اولى ثانوي في منهج الفيزيكس بتاع الترم الاول، هيلاقي معظم الحاجات دي مشروحة فيه وموجودة فيه. طيب تعال نكمل مع بعض. قال لي في حاجة اسمها الفري فول اكسلريشن، عجلة السقوط الحر اللي هي الجي سمول متر بير سكند سكوير، وفي عندك الديبث اوف ا بوينت عمق نقطة اللي هو اتش سمول، وفي عندك الاتموسفيريك بريشر بي اي اللي هو الضغط الجوي، وفي عندك الميكانيكال ادفانتج الميزة الميكانيكية، ده الرمز بتاعها، ده رمز لاتيني مش رمز انجليزي، وملوش ميجرنج يونت وملوش دايمنشنال فورميولا، والفيسكوستيك اوفيشنت معامل اللزوجة بيتكتب بالشكل دوت، ودي اليونت بتاعته، ودي الدايمنشنال فورميولا بتاعته، وده الفوليوم اوف جاز حجم الغاز برضو بياخد نفس رمز الفوليوم، وليه نفس اليونت اللي احنا بنتكلم عليها. اما بالنسبة للماس فلو ريت، معدل السريان الكمي بيتكتب كيو كابيتال وجنبها كده ام سمول، الفوليوم فلو ريت معدل السريان الحجمي بيتكتب كيو في، التمبريتشر اون كلفن سكيل، التمبريتشر لما تتقاس بوحده الكلفن بتتكتب تي كابيتال، اما التمبريتشر لما تتقاس بوحده السليزيوس بتتقاس او بتتكتب سوري تي سمول، وفي عندك حاجه اسمها الفوليوم اوف اكسبانشن كوفيشنت اوف ا جاز، فوليوم اكسبانشن كوفيشنت اوف ا جاز، معدل التمدد الحجمي بتاع الغازات بيتكتب الفا في، اما البريشر اكسبانشن كوفيشنت اوف ا جاز كل الحاجات دي هنعرفها بعدين، اللي هو معدل التمدد الحجمي سوري معدل تمدد الضغط في الغازات بيتكتب بيتا بي. طبعا كل واحده من دول موجود جنبها الميجرنج يونت وموجود جنبها الدايمنشنال فورميولا، وهتتشرح في مكانها في الليسون بتاعها، فما تستعجلش وما تقلقش وما تستصعبش الموضوع. متفقين يا شباب؟ يا ريت اي حد ليه اي تعليق يسيبه لنا تحت في الكومنتس تحت الفيديو واحنا هنرد عليه. اشكركم انكم وصلتم لنهايه الحلقه، واشوفكم ان شاء الله في حلقه جايه جديده، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وما تنسوش يا شباب تشتركوا في القناه بتاعتنا وتضغط على زرار سبسكرايب، وكمان ما تنسوش تفعلوا زرار الجرس عشان يوصلك اشعارات وتنبيهات بكل الحلقات الجديده اللي تنزل اول باول. وكمان يا شباب يا ريت لايك للفيديو، لان كل ما عدد اللايكات زاد كل ما دوت ساعد في نشر الفيديو لناس اكتر، وساعد في ظهور الفيديو لعدد اكبر من الناس. ما تنساش تعمل كومنت رايك في الحلقه، ارائك استفساراتك، اي حاجه محتاجها مننا يا ريت تسيبها لنا تحت في الكومنت. وكمان ما تنساش تعمل شير للحلقه لكل اصحابك وقرايبك وعلى صفحتك على الفيسبوك علشان كل الناس تستفيد زي ما انت استفدت. ولحد هنا يا شباب حلقتنا انتهت، وحلقه النهارده خلصت، بس لسه الحلقات اللي جايه كتير. اشكركم على متابعتكم للفيديو، واشكرك انك وصلت لحد نهايه الفيديو، وده معناه انك مهتم، واشوفكم ان شاء الله على خير في حلقات جايه كتير. يا ريت تطبقوا اللي انتم بتتعلموه اول باول علشان تستفيد وتحقق اعلى الدرجات. اشوفكم على خير يا شباب، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.